وللحديث عن التطورات في اليمن وتهديدات ميليشيات الحوثي المستمرة بالعودة إلى القتال، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان. حياكم الله دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الأنوار دكتور. كيف أثرت قرارات وممارسات ميليشيا الحوثي على الاقتصاد في اليمن، خاصة في ظل حديث الحكومة اليمنية عن حرب اقتصادية تشن على اليمنيين؟ الحوثية تقوم على أولا الفعل العسكري الميليشياوي، هذا عنصر رئيسي، ثم العنصر العقائدي والثقافي، وهذا يتعلق بتجنيد الأطفال وبإيجاد كتلة عقائدية لها انتماء يتجاوز المنطقة واليمن نحو الانتماء لولاية الفقيه. والعنصر الثالث يتعلق بالجانب الاقتصادي والسيطرة على العقارات وعلى المؤسسات الاقتصادية والاستيلاء على الوكالات للشركات الكبرى. وسنلاحظ أن هنالك عام يعني تم نهب أموال البنك المركزي منذ الانقلاب، وتم توظيف أيضا أسعار الوقود وبيع السلع في السوق السوداء ونهب الواردات من كل مؤسسة الدولة. هذا أدى إلى تأسيس شركات خاصة وكذلك الأتوات، كما تم شراء العقارات في صنعاء بحيث تخلق طبقة اقتصادية من هذه الجماعة مسيطرة على الجغرافيا والعقارات في العاصمة صنعاء وفي المناطق المهيمنة عليها. تم السيطرة على المؤسسات وأقفالها، يتم أيضا السيطرة على المؤسسات البنكية، وبالتالي إضعاف كثير كما من المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال، وإنشاء وخلق رجال أعمال ينتمون إلى الجماعة يسيطرون على المفاصل الاقتصادية. إذن هي عملية ممنهجة، لديهم شركات في الداخل اليمني ولكن مراكزها الرئيسية خارج اليمن وتدير عمليات اقتصادية كبرى. هذا الجانب الاقتصادي مهم، ثم تقوم بتوظيف الأزمة الإنسانية اليمنية للضغط على المجتمع الداخلي بحيث يظل خاضع وضعيف وغير قادر على المطالبة بمطالب متعلقة بالحرية وبالمطالب السياسية، وتصبح أكبر مطالبه هي حياتية مرتبطة بحياته اليومية، وهذا ما يفسر عدم تسليم المرتبات وإبقاء الشعب اليمني تحت خطر في ظروف اقتصادية صعبة. ثم نأتي للعنصر الثقافي والتعليمي، المراكز الصيفية والأطفال. هنا يتم تعبئة الأطفال بأفكار وتغيير تصوراتهم للحكم وتصوراتهم للموت والحياة وتصوراتهم للعالم. وبالتالي كما تعلم أن الأطفال ما زالوا يمتلكون ذاكرة ناشئة يمكن تعبئتها بأفكار وصور عقائدية، وهم يقسمون الأطفال هنا إلى قسمين، أطفال المهاجرين وأطفال المناطق التي هي لا تعتبر تاريخيا تتبع المذهب الزيدي، أي أن هنالك مناطق كانت تاريخيا تتبع المذهب الزيدي وهم الآن تتجه نحو الاثناعشرية. هذا تعتبر الكتلة تشبه الحرس الثوري الإيراني وكتلة عقائدية يتم إعدادها لحماية المشروع بحيث تتحول إلى حرس ثوري. بقية الأطراف يتم إعادة تشكيل ذاكرتهم في المدارس وفي المراكز الصيفية بحيث أنهم هؤلاء وقود الحرب. إذن نحن أمام، وكذلك العمليات العسكرية لم تتوقف، وبكل هذه الاستراتيجيات يستثمرها الحوثيين خاصة مع ضعف السلطة الشرعية ومع وجود جماعة أخرى في المناطق الجنوبية تطالب بفك الارتباط. وكذلك هذه الجماعة تتحدث عن السلام وتهدد بالعودة للقتال، بينما القتال لم يتوقف. نحن أمام القتال أقل ضرراً من تلغيم العقول ومن تجريد يعني الأطفال. هنا السؤال دكتور، يعني بعد كل هذه السنوات التسع وكل هذه المعطيات التي تفضلت بها، هل نجحت ميليشيا الحوثي في خطف تاريخ اليمن وتغيير إيديولوجية المناطق التي سيطرت عليها؟ هل هناك بصيص أمل قادم للأجيال القادمة لتغيير هذا الواقع؟ أعتقد أن المشروع الحوثي مشروع يعني غير قابل للنجاح، لكن ساعدته الظروف
سياسة الدول التحالف في المنطقة، تأجيل إنهاء الانقلاب لأسباب متعلقة بالمطامع الجيوستراتيجية لدول الإقليم في اليمن، كذلك إضعاف السلطة الشرعية إلى آخره من الأسباب الموضوعية التي جعلت الحوثي يستثمر كل هذا، إضافة إلى التوجه الدولي الأمريكي الأوروبي للحفاظ على الحوثيين في إطار إعادة المنطقة على النموذج العراقي وإضعاف المنطقة، بحيث لا يصبح لنا نتحدث عن مشروع عربي أو إسلامي، بل نتحدث عن سنة وشيعة، ودائما نحن نتحدث عن هذا في مقابلتنا وحول المناطقية والقبلية والعشيرة ومسيحيين مسلمين. هذا مشروع أيضا الغرب يحافظ على الحوثيين. المشروع الحوثي لن ينجح إلا سيحاول أن يخلق جماعة قائدية تشبه الحرس الثوري. الآن من يدافع عن المشروع الإيراني؟ الحرس الثوري العقائدي، هم الآن لديهم حرس ثوري، وهذا الحرس الثوري يتم اختيارهم من المناطق الجغرافية والقبلية الاجتماعية التي كانت تاريخيا تتبع المذهب الزيدي، والتي قد تم إعادة تشكيلها وفقا لقواعد الاثنى عشرية ولولاية الفقيه. نحن أمام تحول بالمذهب، بأن ولاية الفقيه تعطي لولاية الفقيه الحكم الصريح وتقول بحصرية الحكم بالبطنين، وهذا ما يريده الحوثيين. دكتور عبد الباقي، إذا أردنا هنا الحديث سياسيا قليلا، ماذا عن المحادثات بين السعودية وميليشيات الحوثي؟ هل يمكن القول إنها باتت في حكم المنتهية؟ لا أعتقد أن المعركة في اليمن مرتبطة. الحوار السعودي الحوثي يتعلق بإيقاف استهداف المملكة العربية السعودية، و لأسباب تتعلق بالمشروع 2030 وبعدم إيقاف عجلة التنمية الاقتصادية المرتبطة بهذه المشاريع، وكذلك تخفيف تحميل السعودية، هي الآن عليها ضغط دولي تحميلها ما يحدث في اليمن وتتحمل ملف الحقوقي وملف الاحتراب. بالتالي هي عندما تجد حل ثم ستؤكد اليمنيين. الآن لدينا ما يسمى بالفاعل المحلي السياسي والعسكري في الداخل، ستكون هناك معارك على مستوى الجغرافيا اليمنية، وهذا أعتقد أن السعودية سترتكب كارثة كما تركت العراق في السابق ليصبح مجالا إيرانيا، ثم تركت سوريا لتصبح مجالا إيرانيا أمريكيا، ودخلت في عدة دول في سوريا، وكما تركت لبنان الآن معطل. ستكتشف بعد فترة أنها ارتكبت خطأ استراتيجي مكنت إيران من التجذر والبقاء على تخوم حدود المملكة العربية السعودية. بما أنك أتيت على إيران، هل لمستم أي تغيير في سياسة إيران الخاصة باليمن؟ لا يمكن لإيران أن تغير سياستها. إيران تتعامل بطريقة براغماتية عملياتية في توظيف كل هذه المعطيات. لا يمكن أن تضحي إيران بالحوثيين أو بحزب الله أو بالميليشيات في العراق أو في نظام الحكم في سوريا، لأن لولا هذه الأذرع والامتدادات الاستراتيجية للمشروع الإيراني لما تفاوض العالم، لما العالم احتاج لها للحديث عن مكافحة داعش، الذي هو داعش والتنظيمات الإرهابية صناعة أمريكية إيرانية، وبالتالي يصبح نتحمل نحن عبء الحديث أننا نكافح الإرهاب أيننا نستهدف ذاتنا، ونحن نعلم أن جزء كبير من الجماعات المتطرفة هي مرتبطة بفشل بالقضية الفلسطينية وبفشل المشاريع وبصناعة هذه الجماعات. وبالتالي إيران ستتحدث عن أنها تغيرت، لكن ستقول أن حزب الله والحوثيين وميليشيات في العراق لا تسيطر عليهم، وأنها ستساعد في إيجاد حلول، لكن لن تضحي بكل هذا الحضور. وكذلك الغرب لن يترك إيران تضحي بذلك، لأننا الآن كنا نتحدث في السابق عن البعثيين، عن المشروع القومي، عن الناصريين، على الأقل عن البعث سوريا بعث العراق. الآن من مننا يستطيع أن يتحدث عن مشروع قومي؟ أصبح الحديث الآن عن عراق كردية، عراق سنية، نتحدث عن عشائر، عن نسك، وفي اليمن نفس الحال. بالتالي سنتأخر عن الركب الحضاري وعن توحيد أمتنا لعقود طويلة بفعل تدخل إيراني والتواطؤ الغربي. نعم. المساهم بذلك. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لك.